السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من البرلمان ولجنة التربية النيابية لطلاب الثالث متوسط. البرلمان يدعو وزارة التربية إلى اعتماد الدخول الشامل لطلبة الثالث المتوسط أو اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية. وهنا بعد قرار تأجيل الامتحانات، لجنة التربية النيابية تطالب وزارة التربية باعتماد درجة نصف السنة لطلبة الصف الثالث المتوسط أو اعتماد الدخول الشامل. لجنة التربية النيابية صوتنا على رفع مقترح لوزارة التربية وأمانة مجلس الوزراء باعتماد درجة نصف السنة لطلبة الصف الثالث المتوسط. لجنة التربية النيابية الوزارة ستأخذ رأي هيئة الرأي بهذا الشأن، وإذا وافقت عليه سيطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل. توضيح لهذا الخبر، هذا الخبر أولا من البرلمان يدعو وزارة التربية إلى اعتماد الدخول الشامل لطلبة الثالث المتوسط أو قرار يعني اعتماد الدخول الشامل أو اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية، يعني يا أما دخول شامل أو اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية من البرلمان يدعو إلى وزارة التربية. وهنا عندنا من لجنة التربية النيابية تطالب وزارة التربية يا أما اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية أو اعتماد الدخول الشامل. تقول لجنة التربية النيابية صوتنا على رفع مقترح لوزارة التربية، وهذا المقترح راح تناقش به، يعني هو كله بيد هيئة الرأي، راح يناقشون به وراح يعني ويصوتون في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل. ننتظر يوم الثلاثاء اكو جلسة ونشوف قراراتهم الأخيرة، يا اما اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية او الدخول الشامل خاطر تمتحنون. ننتظر يوم الثلاثاء وان شاء الله خير.